الحلقة الماضية. من بعد غادي يبداو لينا بمريم الصديقة ديالها كلثوم كاينة في السبيطار، وغادي تقول ليها راك وليتي، غتقول لها مريم راك وليتي لاباس دابا، وغادي يدخل الدكتور عثمان غادي يقول ليها راك وليتي سافا وبإمكانك أنك تخرجي، ولكن خاصك تبقاي دير في صحتك وما دير حتى شي مجهود. غادي تقول ليه مريم واش دابا يمكن لينا نخرجوها، غادي يقول ليها اه يمكن لها انها تخرج. غادي يمشي، غادي تقول له مريم شكرا الدكتور، راه غادي يمشي. ومن بعد مريم غادي تبدا تهضر مع الصديقه ديالها كلثوم، تقول لها علاش درتي يا صاحبتنا هذا الشيء هذا. غتقول لها كيوصل فيك واحد الوقت انك صافي كتولي الدنيا كحله في وجهك وكيتسدوا البيبان في وجهك، هذا هو الحل الوحيد اللي يمكن لك انه يخرجك. غتقول لها صاحبتي واخا يكون عندك المشاكل واخا يتسدوا البيبان في وجهك، ما خصكش تفكري في الامتحان، الامتحان راه حرام. وغتقول لها باباك مسكين، انت كتقول لها واحد ما كيبغيك، كتقول لها باباك كان غير حماق عليك من الصباح وهو غادي جاي وراه مشى مع كمال باش يجيب لك حوايجك. تقول لها بابا يلاه شافني دابا فاش وقفت على الموز، شحال هادي فاش كنت بصحتي ما كانش كيديها فيا اصلا. غتقول لها شوفي الا كان شي واحد غادي، الا كانوا كاع الناس يعني عندهم مشاكل غادي يفكروا في الانتحار. تقول لها انا اول وحده يمكن لي نفكر في الانتحار. وغادي تقول لها مريم، غادي تقول لها كلثوم انا تخنقت جيبي لي نشرب. غتقول لها صاحبتها مريم واخا انا غادي غتمشي غتعيط على واحد الوحده، غتقول لها جيب لي عافاك اختي قرعه ديال الماء، وغادي ترجع عندها وغتقول لها ما تبكيش صاحبتي تهدني. بعد غادي يرجعوا لنا لدريس وهند اللي جايين كيضحكوا. غادي يتلاقاو مع حبيبة، وغادي تقول لهم تبارك الله. من بعد غادي تجي حبيبة وغادي توقف مع راجلها، وهنايا هند غتقول لهم نخليكم بجوج دابا انا غنمشي. هنايا دريس غادي يجر حبيبه وغادي يقول لها يلا هي معايا للمكتب. من بعد غادي يرجعوا لنا لسليمه، قالت هي وماما عائشه مع في الشركه مع الناس اللي خدامين معاهم، وغتقول لهم هاد الحسابات هادو غالطين. سليمه غتقول لهم خاصكم تجيبوا لي كاع الحسابات ديال العام الفائز، وغتقول لهم عائشه هادي راها بنتي سليمه ومن اليوم غتولي تجي معايا للشركه وغتولي هي اللي تكلف بالحسابات. وغادي يقول لها واحد اليوم صافي كوني هانية انا غادي نجيب لك الحسابات تراجعيهم كاملين. بتدي نرجعو لنا لدريس وحبيبة وتقولي شكون هي هاديك. غادي يقول لها هاديك راه هي مولات الشيرة، هي اللي مشاركة معانا في النص في الشركة. غتقول له حولك وليتي غير خطابات للشركة كل دقيقة. غادي يقول لها ما تبقايش تخربقي وتختاري شي حاجة ما كاينك. غتقول له دابا انت كتشوف ليا في وجهي وكتكذب عليا عين بعين. غادي يقول لها ما بيني وبيناتها شي حاجة، وغادي يقول لها شوفي يا حبيبة أنا وياك من الأحسن لينا نبعدو على بعضياتنا هاد الفترة هادي. غادي يقول لها هتقول له كيفاش ما فهمش. غادي يقول لها أنا دابا غادي نمشي الفيرمان نولي نبات تماكين. هتقول له واخا سي ما تبقى غير على خاطرك، دابا نخليك ترتاح ومن بعد نهضرو. غادي يشد الساك ديالو وغتخرج، وغادي يبينو ان هند في المكتب ديالها متوترة بزاف خايفة من ردة الفعل ديال حبيبة. من بعد تجي عندها حبيبة وغادي تقول لها سمحي لي بزاف قبيلة ما عرفتكش ديك ردة الفعل اللي درت حيت ما عرفتكش في الاول. هتقول لها لا ماشي مشكل، وغتهز حبيبة على كارت ديالها وغتغطيها ليها، وغادي تقول لها شوفي هادي كارت فيزيت ديالي فين ما تحتاجي لشي حاجة ما ترديش تصوني عليا. وغادي تشد عند هند وغتقول ليها باينة غادي نعاود نتلاقاو انا وياك ان شاء الله. غتقول لها حبيبة ضروري. من بعد هادشي حبيبة هنا هند غتمشي تجلس في المكتب ديالها وغتبقى تفكر وغتهز ديك كارت فيزيت وغتشركها وغتلوحها. بعد غادي يبينو لنا الدكتورة ندى كتشوف في شي تساور. من بعد غادي يدخل عند الدكتور عثمان، غادي يقول ليها دكتور ندى هادشي هذا راه ولا زيد على حده، كيفاش انايا هشام يدخل ليا في المريضة ديالي ويجي ويبقى يعطيني الاوامر. غادي تقول له انا اللي قتليه باش انه متكلف بديك المريضة، حيت فجابها خويا كمال كان معايا هشام وسمعني وداك الشيء علاش هو اللي تكلف بيها. غادي يقول لها ولكن هاد الشيء هذا راه زاد على حده.
ولا انا ما غاديش نقدر نقبل هاد الشيء هذا، ما بقاش يدخل ليا في خدمتي وغادي يمشي يخرج وهو مقلق. هذا غتبقى غير كتشوف ما تفهم والو. من بعد غادي يبينوا لنا منى في البيت ديالها، غادي يجي عندها الساعد غادي يدق عليها الباب، منى غادي تحل عليها تقول ليها شنو بغيتي، إيه غادي يقول لها غير بنتي ليا البارح مقلقه داكشي علاش جيت نشوفك واش وليتي بخير. إيه غادي يقول لها هوايا، غتقول لي هي شكون انت بعدا باش جيت دق عليا الباب ديال البيت ديالي، إيه ماشي غير حيت وصلتك البارح صافي تبسال عليا بحال ما هكا. دي يقول لها فعلا انت عندك الحق، انا ماشي من المستوى ديالك، انا غير ولد الخدامه. وغادي يمشي، وهنايا منى غتسد الباب وغتبقى غيبقى فيها الحال على داك التصرف اللي دارت معاه، وغادي تخرج كتجري وغتبعه وتعيط عليه السعد. إيه غادي يقول لها شنو، غتقول له اسمح لي على داك التصرف اللي درت معاك، راه ما نويت فيه حتى شي حاجه. تقول لها فعلا انت عندك الحق، انا غير ولد الخدامه. تقول له لا امي الباتول، ما عمري ما اعتبرتها انا خدامه، وحتى انت يا راك عزيز عليا. وغادي تقول له دابا تعادلنا انا وياك، وغادي يسلم لها ودي يقول لها لا سمحي لي راني زربان دابا باغي نمشي للكليه. غتقول له طلع نوصلك، غادي يقول لها لا مبغيش نبرزتك. غتقول له غير طلع راه ما عندي ما يدار، وغادي يطلع معاه في الطوموبيل وغيمشيو. بعد غادي يبين لنا الدكتور هشام نازل في الدروج وغادي يتبعو عثمان. غادي يعيط له غادي يقول له بغيت نهضر معاك، غادي يقول له مرحبا اهدر. غادي يقول له شوف انت راك زدتي فيه بزاف، ما عندكش الحق الدخلية في المرضى ديالي. غادي يقول له هذه حاجة عادية اننا نتعاونوا مع بعضياتنا. غادي يقول له شوف حتى داك يعني داك التحزار ديالك وديك اللعبة اللي بغيتي تلعب من الاحسن لك يعني تبعد. غادي يقول له ما فهمش القصد ديالك. غادي يقول له جيك من الاخر بعد من الدكتور، انا هذا راه ما تصلحش ليها نتايا، فهمتي؟ وغادي يقول له هشام دكتور انا داره بنت كبيره وعارفه مزيان بصلاحتها، كنظن هاد الشيء هذا كيخصها هي وهي اللي كتفهم فيه. وغادي يقول له ما تصدعنيش دابا بدوك الخزعبلات ديالك، وغادي يمشي وغيخليه عثمان غادي يبقى يشوف فيه. من بعد غادي يبينوا لنا فين كيضربوا الفروسيه، سليمه جالسه مع الصديقه ديالها كيهضروا بجوجات. أتقول لها سالمة أتقول صديقة ديالها فعلا وليتي كتعرفي الفروسية مزيان. وغادي تجي عايدة أو غادي توقف سالمة، غادي تقول لها عايدة غتقول سالمة كل شي عارف بالله راه كمال خلاك. غتقول لها سالمة انتي ادخلي سوق راسك، متبقيش تدخلي في الحياة ديال شي حد اخر، بقاي بعيدة. غتقول لها فيك غير تبرقيق. وغادي تقول لها عايدة انا ما غاديش نجاوبك حيت انا مربية وماشي من المستوى ديالك، نسيها. هنايا سالمة غادي تدفعها وغادي تدفعها وغادي تمشي. المهم غادي تجي عايدة عند صديقة ديالها تقول لها شفتي كيفاش كتعامل معايا، شفتي كيفاش دفعتنا. تقول لها انتي اللي كتجبديها صاحبتي وانتي ديما كتدخلي في حوايج ما كيعنيوكش. من بعد غادي يبينوا لينا كمال راكب هو بوشعيب في الطوموبيل. غادي يقول له بوشعيب سمح لينا بزاف وولدي محناك معانا. غادي يقول له كمال لا لا هذه حاجة عادية انني نساعدكم. غادي يقول له بوشعيب لا الولاد الناس بحالك ما بقوش في هاد الدنيا هادي. بعد غادي يبدا يصوني التليفون لكمال، غادي تقول الام ديالو غادي يبقى يقطع عليها. من بعد غادي يجاوبها وغادي يدير التليفون هوت بارلو، غتبدا تقول له ولدي اسمح لي راه ما كنتش ناوية ندير لك بحال ما هكاك. هنا بوشعيب اسمع الصوت ديال خسو حبيبة في التليفون غادي تصدم. هنا كمان غادي يقول الام ديالو صافي من بعد نهضروا حتى نكون بوحدي وراني غادي نعاود نصوني لك. المهم ملي غادي يقول له غادي نكون بوحدي غادي نعاود نصوني لك، بوشعيب غادي يبقى غير مصدوم. غادي يبدا يعيط له كمال عمي بوشعيب مالك ياك لاباس. غادي يقول له لا لا ولدي ما كاين والو. بعد غادي يبينوا لنا الدكتور هشام خارج، والدكتور انا ده غادي يجري تابعه. وتقول له الدكتور هشام بغيت نهضر معاك، فين كنتي من الصباح وانا كنقلب عليك. غادي يقول لك كنت غير كنشوف واحد المريض ودزت المستعجلات ودابا صافي سالات خدمتي وغادي للدار. غادي تقول له خويا كمال عارض علينا باش يشكرك. غادي يقول لها لا لا ماشي مشكل هذيك راه غير خدمتي.
غادي تقول له لا لا ما كاين حتى شي ازعاج، زعما لا بغيتي تجي معانا جي الا اللي كان عندك شي خدمه ولا شي حاجه. غادي تقول لها لا لا ماشي هكاك. تقول له مالك ما عجبنيش ياك لاباس. غادي تقول لها الصراحه انا راه انسان محافظ وعزيز عليا خدمتي، داكشي علاش راه الدكتور عثمان قال لي عليك شي كلام راه ما كيتقالش، تمنيت كل الارض تشقات ودخلت ليها. تقول لي الدكتور عثمان قال لك هاد الهضره؟ يقول لها اه. بعد غادي يبينو لنا دريس في المكتب ديالو كيحاول انه يتصل بهند وما كتجاوبوش. بعد غادي نرجعو لنا الدكتور عثمان كيشوف في شي تحاليل وفي شي تصاور. غادي تجي ندى، غادي يقول لي ندى شوفي معايا. غتقول لي شوف ما تبقاش تقول لي ندى، انا الدكتوره ندى. وتقول له ماشي حيت كضحك معاك وكنعمر معاك بزاف صافي تبقى تدخل ليا في حياتي. تقول له نخرج مع ما من بغيت ونمشي مع ما من بغيت، هذيك حياتي انا ما تبقاش تدخل ليا فيها. غادي يقول لها ياك ندى. غتقول له الدكتوره ندى عافاك، وغادي تمشي وتخليه هنا. عثمان غادي يبقى فيه الحال. بعد غادي يبينو لنا كمال في السطح ديال مريم كيشوف في الرسومات اللي كترسم، المهم غادي يعجبوه. من بعد غادي يمشي باش يهز الغطاء على ديك الرسمة اللي فيها هي واختها، ولكن غادي تجي هي قبل ما يهز الغطاء وتعيط عليه وغتقول له اجا كمال تشرب اتاي. غادي يجي وغادي يقول لها احسن اتاي صايبته لك مي حليمة. المهم غادي يقول لها واخا. تقول صبر انا عندي ليك واحد الحاجة. غادي يقول لها شنو هي؟ تقول عندي ليك واحد الكادو. غتمشي تجيب له الرسمة اللي رسمت